مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنتحدث فيه عن فوائد مزيج الليمون مع العسل والماء الدافئ لصحتك. تمتاز هذه الوصفة بمجموعة من الفوائد التي تؤثر إيجابيا على جسمك وصحتك بشكل عام. سنستكشف سويا فوائد الليمون مع العسل والماء الدافئ على الصحة، بالإضافة إلى الطريقة الأمثل للاستفادة من هذا المشروب الصحي. أولا، تقوية المناعة. الليمون يحتوي بشكل كبير على فيتامين سي، وهو مضاد أكسدة قوي يلعب دورا مهما في تحسين مناعة الجسم. فيتامين سي يساعد على تعزيز إنتاج الأجسام المضادة والخلايا البيضاء، مما يساهم في مكافحة الجراثيم والأمراض. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الليمون على مواد مضادة للالتهابات التي تساعد في تقوية المناعة. من ناحية أخرى، العسل يمتلك خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات التي تدعم الجهاز المناعي في محاربة الأمراض. من ناحية أخرى، فإن العسل والليمون مصدران غنيان جداً بمضادات الأكسدة، حيث تساعد مضادات الأكسدة في التقليل من خطر الجلطات القلبية والدماغية وبعض أنواع السرطان. ثانياً، التأثير على الجهاز الهضمي. شرب مشروب الماء الدافئ مع العسل والليمون في الصباح يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على عملية الهضم وصحة الجهاز الهضمي بشكل عام. فالعسل يحتوي على مجموعة من الخصائص المطهرة التي تمكنه من التخفيف من حموضة المعدة بشكل طبيعي. أيضاً العسل يلعب دوراً في تحسين وظائف القولون وتنظيم عملية الإخراج. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون تناول مزيج العسل والليمون مع الماء الدافئ مفيداً في التخلص من الغازات غير المرغوب فيها ومعالجة مشكلة الإمساك، لأن هذا الخليط يساهم في ترطيب الجسم وتليين الأمعاء، مما يساعد في تنظيم حركتها وتحسين وظائفها. ثالثاً، تحسين صحة القلب. الليمون يحتوي على فيتامين سي الذي له تأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية. فيتامين سي يساهم في تقوية جدران الأوعية الدموية وتحسين مرونتها، مما يساعد في تحسين تدفق الدم والحد من خطر حدوث انسدادات وأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، الفلافونويدات الموجودة في الليمون لها تأثيرات مضادة للأكسدة تساعد في الحماية من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهذا يمكن أن يحسن من صحة القلب. أما بالنسبة للعسل، فقد تمتاز خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات بالقدرة على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم. وانخفاض مستويات الكوليسترول الضار يؤدي إلى تقليل تراكم الدهون في الأوعية الدموية، وبالتالي تقليل خطر الأمراض القلبية. لذلك، تناول مزيج الليمون والعسل مع الماء الدافئ بانتظام يمكن أن يكون جزءاً من نمط حياة صحي يساهم في تحسين صحة القلب والحفاظ على وظائفه بشكل جيد. رابعاً، تخفيف السعال واحتقان الحلق. الليمون يحتوي على مضادات التهابية ومضادات الأكسدة التي تساهم في تخفيف التهابات الحلق وتهيجه، واحتواؤه على فيتامين سي يعزز من قدرة الجسم على محاربة الالتهابات وتخفيف الأعراض المرتبطة بالتهاب الحلق والسعال. عندما يتم مزج الليمون والعسل مع الماء الدافئ، يمكن أن يكون لهذا المزيج تأثير مهدئ على الحلق. فالعسل يحتوي على خصائص مهدئة وملطفة للتهيج، ويمكن أن يخفف من الشعور بالحكة والالتهاب في الحلق. بالإضافة إلى ذلك، درجة حرارة الماء الدافئ قد تكون مريحة للحلق وتساهم في تخفيف الأعراض الناجمة عن البرد. لذا، تناول مزيج الليمون والعسل مع الماء الدافئ يمكن أن يكون خياراً طبيعياً لتخفيف أعراض السعال واحتقان الحلق والشعور بالتهيج. إليك الآن الطريقة لتحضير واستخدام وصفة الليمون والعسل مع الماء الدافئ. أولاً، قم بغسل الليمون جيداً تحت الماء الجاري لإزالة أي شوائب أو مواد كيميائية. ثانياً، استخرج عصير ليمونة واحدة. ثالثاً، سخن كوباً من الماء حتى يصبح دافئاً، لا يجب أن يكون ساخناً جداً. رابعاً، أضف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي إلى الماء الدافئ
وقم بتحريكه حتى يذوب. خامساً، أضف عصير الليمون إلى المزيج وامزجه جيداً. يفضل تناول هذا المزيج في الصباح على معدة فارغة قبل تناول وجبة الإفطار بحوالي 30 دقيقة. أشرب الوصفة ببطء واستمتع بها. يمكن تكرار تناول هذه الوصفة يومياً أو حسب احتياجاتك. في النهاية، هناك بعض النقاط المهمة للتذكير بها عند استخدام وصفة الليمون والعسل مع الماء الدافئ. تأكد دائماً من استخدام عسل طبيعي نقي بدون إضافة أي مواد كيميائية أو إضافات صناعية. يمكن أن يكون تناول الوصفة على معدة فارغة في الصباح فعالاً، ولكن لا تتردد في تجربتها في أوقات أخرى من اليوم إذا كان ذلك مناسباً لك. يجب أن تكون هذه الوصفة إضافة مكملة لنمط حياتك الصحي، ولا ينبغي أن تكون بديلاً عن العلاج الطبي إذا كانت لديك مشكلة صحية خطيرة.